وشغل الشاغل في هذه الايام هذه هما الوليدات، وليدات نجميع اللي هما فتره امتحانات مضغوطه. اليوم اول نهار ويمكن الصيغه باش غنتكلموا معاهم، ولا ملي غيجي من الامتحانات شنو نوع الاسئله اللي ممكن طرحوا عليهم. هذه كلها ان شاء الله غتحمل الاجابه ديالها الاستاذه فتيحه ملون، مستشار التربوي والاسري بعد لحظات. معنا الاستاذه فتيحه. صباح الخير لاله، اش اخبارك؟ صباح الخير لاله جيهان، لاباس عليك؟ الحمد لله. يوم مبارك سعيد وشهر رمضان مبارك سعيد لنا وللناس كاملين ان شاء الله. شكرا فتيحه. انت تبارك الله مديره تربويه في مدرسه خاصه بتماره، ويمكن تعطينا كذلك الاجواء اليوم ديال الامتحانات، وكيفاش الاباء جايبين وليداتهم، كيفاش الوليدات داخلين الاقسام. ممكن يعني تصوري لنا هذه الصوره هذه فتيحه ملول؟ نعم لاله، اولا الله يعاون جميع الوليدات والله ينجحهم في المكان. يا ربي امين. في باعتباري انا ام فانا ايضا العنف ديالي كتوز الباكالوريا. نعم نعم. فعلا انا حضرت الاجواء سواء كام ولا كنت اولى. اولا كام مشينا للمدرسه سبحان الله، الاباء ولو حنا وليدات نوصلوا الباكالوريا الاباء واقيلا اكثر من التلامذة. نعم. جاي الاب جاي الام جاي كل شيء، هذاك الدعم النفسي ولا واحد نوع من نقول الوعي. ياك يعني حسينا هذا الشيء استاذه من الاول كاين كاين ولا نوع من الوعي وذاك الدعم النفسي، وحتى ديك الوثيقه اللي كنا درنا بولادنا باقي ما قدرناش نتخلاو عليها. ملي كنا لقينا ولادنا صغار وحنا معاهم وغاديين وباقيين، إلا تفكرنا حنا واقيلا ملي دوزنا الباكالوريا كاع واش عرفنا شنو غادي ندوزو ولا واش ما غاديينش ندوزو. نعم. عارفين غادي تمشي دوزي امتحان وصافي. مي صحيح يعني حنا برغم هكذا ولادنا كبروا ويتو وهذا خصنا نمشيو معاهم. فعلا انا وحده من الاباء اللي مشيت مع بنتي حتى ليكول وقلت لها الله يعاون بنتي وهذا، واحد الدنيا صغيره نزلات. ضروري المشاعر ما يمكنش تكبح وما يمكنش يعني تقمع. نعم. ما يمكنش الا نجردو من المشاعر ديالنا. هو المواكبه والدعم النفسي اللي خص يكون لوليداتنا. ملي يخرج الوليد من الامتحان ما نبقاوش شنو درتي شنو لا خصك هذه ما كنتيش كيدوزتي كيدوزتي. اش كنقولوا له؟ كنقولوا له ربي ان شاء الله يكون خير. كنقولوا له كون خير، انا راه عارفك خدمتي وربي راه ما كيضيعش اللي خدم. صافي كنقولوا احنا عندنا امل في الله، ان الله لا يضيع عمل من احسن عمله اجر من احسن عمله وصافي. وكنقول لي اجي يا ولدي، لان ما تنساوش عندهم ثاني في العشيره عندهم من ثلاثه لخمسه عندهم واحد عندهم مواد اخرى. اجي يا ولدي يقدر يرتاح واحد شويه، نعطيه ياكل داك الشيء اللي غادي يبغي ولا بليتو حقا اوني في رمضان. هذه جاتنا ريكسيون هاد العام، جاتنا شي شويه. نعم نعم نعم. يرتاح شي شويه يمشي يوجد لا ماتيغ الاخرى بدون عفاكم بدون ما تذكروا ليه الماده السابقه. رسالات سالات بكل ما فيها. بصح ما غادش نرجعوا الماضي، ما غادش نرجعوا اللي داز. نعم. صافي بكل ما فيها راها سالات، وحتى مع الاصدقاء ديالهم يحاولوا على انهم ما يذكروش الماده والاخطاء اللي داروا ولا اللي ما داروش، لانه هو غير عنده هذيك واحد الحموله نفسيه اللي هي عامره ولا صعبه ولا شنو كاين. الى صاحبه دار جواب صحيح، شاف جوج ولا ثلاثه الاصدقاء داروا نفس وصلوا نفس النتيجه وهو ما توصلش ليها، كيجي عنده واحد كيجي بحال يحبط. نعم نعم. إذا يكسر. نعم. صافي ما كان ما كان قد كان. إذا شنو صافي نساو هذاك الموضوع، نبداو في المادة الأخرى. نعم. وجدوا المادة الأخرى. نعم نعم. كيف ما قلنا يمشيوا لوقت الامتحان ما يمشيوش حتى يدركوا وما يمشيوش عاوتاني بكري وما يبقاوش يقولوا هذا السؤال غادي يطيح ما غادي يطيح. دائما أؤمن أن ذاك الشيء اللي غيطيح راه غنشوفوا، راني شفته وراه هو اللي خدمته. ونبداو دائما بالسؤال السهل أستاذة فتيحة ملول، لأنه هو اللي كيعطي يعني نسيان بيا في الافكار. نعم. لان انا واحد الحاجه كنا دائما ملي نجلس انا ملي نجلس في الطاوله ديالي على بال ما نرتاح وهذا نقعد نستنى الدعاء شويه القران وهذا وربي يسر لي ويشرح لي صدري ويسر لي امري. نعم نعم. شو العقده ملي ثاني يفقه قولي كنقرا شويه القران انا اون اتوندون على بال ما تجي الورقه ديالي، كتجي الورقه ديالي
واحد عمليه الاسترخاء، نهز النفس عاود مزيان ونهبط في جوج ديال الاوقات ونحاول نخوي. نعم. والواحد بحال انه يدير واحد عمليه بسيطه هكا الاسترخاء، وكانه كيعطي لراسو ديك الذبذبات اللي هي عاديه جدا باش ما يحطش في اخذ ورد. نعم. بحال نخوي راسو مما سبق. نعم. ويكون فقط متهيئ لهذيك الفتره ديال الامتحان. ومن بعد اللي كتجيني الورقه كما قلنا ماشي تشد الورقه وتنزل عليها. اولا انا نقرا بشويه بشويه كيف ما قلنا الاسم وهذاك الشيء شي حوايج اللي كيخصهم يتكتبوا. انا نحط الورقه ككل. يقراها وندوز عليها بعينيه كامله، وعندي ورقه ورقه الوثائق ديالي كيبان لي اموكلي كنسجلو كنسجلو. نعم. هذا كنرجع. نعم. كنرجع نشوف الاسئله، السؤال كيف اللي جاني بسيط نبدا به. نعم. وفي حاله ما الى كبعد الصف وكيوقع بلوكاج كنشوف هذيك كنقول واه كنت عارفها. انا شنو غادي ندير؟ استحيت الذاكره ديالي ملي كنعاود نقرا، وربما نقرا حتى داك الشيء اللي كتبت ونعاودو، راه ملي كنبدا اوتوماتيكمون شنو كيبدا العقل كيجبد لك الافكار المتشابهه التي تساير نفس الموضوع. يعني انا واحد مثلا بديت في واحد المقدمه او في واحد المعادله او لا انا دونك بديتها وقفت نعاود نقرا داك الشيء اللي كتبته من الاول. نعم نعم استاذ. نعم. ملي كنوصل لشي اموكلي ولا دائما اسجله وكنرجع للوثائق. وحاولوا نحاولوا التلاميذ يعطيهم الصحه ويكون لهم الله عوين ما يعرفوا ذاك المصحح راه كيصحح راه عنده بزاف ديال الاوراق. يجملون كتاباتهم، يجملون الورقه. نعم نعم. طيب استاذة فتيحة، بغيت غير ناخذ واحد المكالمة هاتفية. انه واحد السيدة غتسول على بنيتها اللي في السادس. اهلا بك لالا، مرحبا بك. مرحبا بلالا، مرحبا بك لالا. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام لالا، اش اخبارك لالا ابتسام؟ علينا وعليك. الله يبارك فيك لالا، الله يبارك فيك. بالصحة والعافية. تفضلي. تشكركم بزاف على هذا البرنامج، راه فادنا. ربي يخليك. فادنا بزاف بزاف في وليداتنا وفي حياتنا كلها. العفو لالا، العفو لالا. الله يبارك فيكم. أنا عندي مشكلة مع ولدي، عنده 11 عام وهذا العام عنده السادس. السادس، أييه. تبدل عليا بزاف بزاف، ما باغي يبقى يحفظ. ولا بحال جاب 10 بحال جاب 5 ولا عنده كاع النقط عاليين. ولا باغي حتى المدرسه تيقول لي انا ماما هذا النهار ما نمشيش حتى الغدا. يعني تبدل عليا بزاف. ومع واش غير هذه الايام ولا دائما كان كيقول لك هذا النهار ما نمشيش حتى الغدا؟ لا هو تبارك الله عليه كان عندي مزيان حدو حد الخامس مع بدلت له المدرسه. وقراتي مزيان فيها زعما مشى مزيان ونقط الواله ماشي تبارك الله عليه مخير. حتى لهذا العام هذا وشفت تبدل. بحال اللي جاوه الدراري تيقراو حسن منه وتنقط ديالو نزل فيهم، ما بقاش زعما تيجيب ديك 10 بحال ديما تسعود، ولا تيجيب لي 5 6 من بعد المرات 4. جاني بحال داك الشيء هو اللي حبطو نفسيا، ما بقاش. لما نقرا قلتي قرا لي مزيان، لك ولا لي؟ لا قرا لي له ولينا كاملين. لما كتقول تقرا لك ولا ليا؟ ليلة كاملة. هذا لا شعور، هذا لا شعور هو اللي كيهضر استاذة فتيحة من الاول. نعم طبعا. نعم. لا غير دابا انت انا بغيت نعرفك غير انت كيفاش دايرة مع هاك الوليد؟ شحال من مرة كنقولي ليه اقرا في النهار؟ هو تعلي 24 ساعة على 24 ساعة عندي، تخصك تقرا، تخصك تجيب نقط مزيانين، تخصك يكون مستقبلك مزيان. زعما هاد وي وي لا راه غادي تجي حاجه فهمتي مع تبارك الله عليه هو الاول. انا عندي ثلاثه الوليدات، جوج وليدات وبنيته. مع تبارك الله عليه زعما تيقرا ما عمري ما توقعت منو يدير لي بحال اللي دار لي هذا العام. اللي تيجيب 4 انا تيخلعني وتنشجعه وتنقول له شوف اولدي الا جبتي 4 خدم، والمره الجايه ان شاء الله راك تحصل على نقاط مزيانين، دير مجهودك وحنا كيما كنتي راه حنا معك وربي معك. المواد اللي جاب فيها 4 لالا، المواد اللي جاب فيها 4 الفرنسية، الفرنسية طاح لي فيها مزيان هاد العام. الفرنسية. الفرنسية. شنو كيقول لك؟ شنو هو المشكل ديالو في الفرنسية؟ ياك قبل كان كيجيب دابا النوت، كان كيجيب نقاط جيدة. أييه كان تيجيب نقاط جيدة، وما تيقول لي ما فهمتش علاش، أنا واجبت مزيان وما عرفتش علاش، ما عرفتش علاش ما عطاتنيش. مشيتي عند المعلمة ديالو؟ مشيت لعندها وهضرت معاه، تقول لي الشغب في القسم ما تينتابهش، هو بعدا ما بقاش في الاساسي ديالو، ما بقاش تيحشم حتى منهم، يعني حتى الاستاذه لا غوتت عليه ولا تيهز يديه عليها. شكون اللي كيقول لك دابا هو تيقول لك شكون اللي تيقول لي هاد الهضره؟
لا لا شكون في الدار شكون في الدار كيغوت بالاسف الوليد دابا بعدا باش نعرفوا هي انا كتغوت هي الغوات هي الغوات بزاف الغوات اشنو سميت الوليده لالا سميتها نزار 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 اذا كنت هي فك بزاف الغوات ياك هي الغوات ولكن انا قريتهم شويه كيدير شي شويه كيدير كيفاش شي شويه ليدين لا شويه ديال العصا تنضربوا شي مرات الاغلبيه تنزلوا من التليفون ولا التيسي ولا نقطع عليهم داكشي اللي تيعجبهم مي ما العصا شي مرات شي مرات تنصحوا مزيان تنبقى نعطيهم في العصا شي مرات ايوا صافي وين انت دابا تحطوا دينا ما تضرعين لا 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 راه قلت ملي كي يشي بان ملي كيوقع عليه واحد لقطه ديال العنف نعم استاذه نعم راه لا باش يكون باش يحس بداك التوازن النفسي ديالو باش يحس براسو توجور راه كيكبر راه 12 عام دابا راه خاصو يدير داك العنف نعم على شي حد اخر نعم يمكن ويمكن هي مراهقه وبدايه المراهقه اللي فيها كذلك نعم تغيرات في الافكار وفي الطباع وفي كل شيء استاذة فتيحة هي 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 وحده كنغوت واصعب ما في الارض هناك صراخ والصراخ راه من الاشياء اللي ما خصناش نصرفوا بداك الشكل القوي غير مستحبه نعم في التربيه بزاف 24 ساعة انها كتحفزوا على القرايه واش قريتي خاصك تجيب خاصك دير خاصك تكون احسن واحد اخر انا نعم. نتنبؤ مع وليداتنا من غير من القرايه نعم فين جيتي بحال كتكهمو هو عطيه بحال كتنفروا يعني كتنفروا من القرايه يعني كينفر بطريقه غير مباشره نعم اذا قلت انا لانها كتغوت عليه بزاف انا كتوصل للضرب انا اللي راه 12 عام وولد نعم راه الرجوله راه واحد الاحساس اللي هو راه كيتبنى معاه كيتبنى مع الطفل ماشي دابا هي بغات تبنيه دابا حبا زعما انا كنعرف دابا وانا منهم نحن الطفره مهدي من حيث اننا نريد البناء ما نغوتش انا على الولد بداك الشكل وما نضربوش وما نضغطش بالاسئله ديالي نعم ما تضربوش لانه وما تغوتش عليه وما تبقاش غنسخ شو غنسخ دار لي حصار دار لي حصار نفسي يعني بهذا التصرف وبغاتو يدير هي غادي تشوف تمشي لي طالبوغ تشوف شنو اللي عندها معاهم وهو اذا عنده طاقه زايده شوف فين تخرج هذه عنده واحد الانرجي اللي هي وسيرتو دابا ما شاء الله دابا راه 12 عام راه بدا الجسم ديالو كيوصل لواحد نوع من القوه اللي ما كانش عليها قبل اذا هذيك الطاقه يجب تصريفها بشكل ايجابي رياضة مثلا تيكواندو كاراتيه ياك لالا فتيحة طبعا لالا تصريفها من الناحية الجسدية ومن الناحية العقلية ومن الناحية الروحية ما تخليش عنده ذاك الفراغ الروحي راه ملي كيكون عندنا فراغ روحي صعب دابا ها هو جسديا كيحس براسو كيتقوى عقليا ها هو دابا عقليا اصبح متذبذب علاش لان حنا ما بغاتنيش نعرف سميتو ديالو واش دابا حنا بغينا الطفل يفكر لينا بنفس افكار ديالنا حنا كنشكلوه يعني بالتشكيله اللي بغيناها حنا ولكن هذه المساله هذه كتصعب في ظل هذه الظروف في ظل هذا الغزو ديال التكنولوجيا في ظل هذه القنوات يعني يستحيل ان وليداتنا نشكلوهم كما بغينا ودابا هو اول ما تمرض على الدراسه وتمرض على هذا على الفرق نعم كيفاش كتعامل ولدها واللي كيقتل الوالدين هي الدراسه يعني اللي كيحطم الوالدين هو انك تقيسوا في هذه المنطقه ديال انك ما تقراش ولا انك تهمل يعني الدروس ديالك والقرايه ديالك شوفي الا غادي انا الا بغيت يكون عندي والدي طبيب وفني وما عرفت كي داير غير بلاش وما مسؤولش طبيب وما مسؤولش وما ناضش يعني نعم غير بلاش انا يكون واحد اللي مسؤول عارف المسؤوليه عارف الوقت ما شنو بغات الا كانت عنده اسره يكون رب الاسره إيه عنده الوليدات يكون هو الاب المثالي ويكون ما انا ما بغيتوش انا اللي يكون طبيب ولا يكون مهندس ولا يكون بيلوت ولا يكون ولكن ما عندوش شخصيه لان تقوار بحال هاد الناس راه سالوا بالانتحار نعم ناخذ رجاء من تمارا السلام عليكم رجاء اهلا بك وعليكم السلام لاله شكرا لاله رمضان كريم بالصحيحه والسلامه ان شاء الله شكرا لك لاله رجاء الله يكبر بك لنا ولبلادنا والاسره المغربيه كامله كافه يا ربي من تفضلي يا لاله تفضلي انا عندي نفس السياق اللي هضرت فيه السيدات انا عندي
كيقرا مستوى السادس ابتدائي. اييه السنوات الاولى كان كيجيب مزيان، كان منضبط في القرايه. هذا العام هزيت ولد وحطيت لي ولد واحد اخر. السادس هذا العام السادس. السادس عنده السادس ابتدائي. حاليا دابا باقي الامتحانات ما دوش، وكيقول لك لا راه سالينا سالينا ماما، ما يمكن لي انا باغي نلعب باغي نخرج باغي. كتقول لي قرا بحال كتقولي ليه تلاح في النار ولا راه شي حاجه خايبه غادي العدو ديالو تقولي ليه جبد خدم. وكما قالت السيده ما مسؤولش، لوح هنا حط هنا دير هنا معول عليك في كل شيء. رجاء هادشي يلاه يلاه يعني ما كانش هكا. لا لا كان، ولكن داكشي انا كنقول زعما انا مزيره حتى انا بزاف، حتى انا دايره لي بحال العسكر مزيره بزاف حصار، وكنقول راه هادشي اللي كندير له ربما ينفعو، يكون مليون راجل ويكون مسؤول ويكون يقدر الحاجات، ولكن داكشي غادي بالعكس العمل لا بالعكس. ما شنو سميت الوليد رجاء؟ سميتو محمد امين. محمد امين الله يخليه لك. امين الله يجزيك بخير. احنا دائما خصنا نعرفوا وضعيه الطفل، واش هو اليك واش هو الوحيد ولا مع خوته؟ هو الوحيد عندي بنيه. نعم هذاك الشيء. لا راه دابا ماشي الواحد، راه الثانيه. لا لا راه جوج. هو الاول عندي راه هو الاول. واش طبعا وهذا ملي كيجي الثاني كتكون غيره، كيكون شي حوايج كاين حنا كنردوا البال لهذاك الاخ الاخر اكثر منه هوايا. هنا السيده الاخرى كاين التغيرات الفيزيولوجيه اللي طرات علو بزاف التغيرات اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار، ياك بغض النظر كاع على المحيط وداك الشيء. دابا كتفكرني في هذه المده لا جيستيون دو طون، كيفاش غادي تجيري ليه الوقت ديالو ما بين ما يرغبه هو وترغبينه انت. دابا لدرجه مرات كنغوت عليه هو، لدرجه كنضربه كاع، وفاش كيخرج ولا هذا كيبقى ولا ينعس ولا هذا كيبقى فيا، كنحاول نغير راسي ولكن كيعصبني، ما كيخليش ذاك التغيير اللي انا بغيت نكون فيه معاه ما كيخلينيش نمشي عليه. كيوصلك لدرجه العنف انه كتضربيه على الرجاء. نعم دابا حنا كنلو في المسؤوليه على الوليد. لا لا راه لو حيل المسؤوليه عليك، راه انت اللي ما تغيرتيش ماشي ولدك، ماشي لهالدرجه. نعم لله انت اللي تغيري ماشي اللي غيخليك تغيري، ما خلانيش نتغير. واش هو النهار الاول حط لك العصا في يدو في يدك قال لك ماما ضربيش نمشي بحال هكا؟ ولكن راه هو كيدير في حوايج تصرفاته يعني هي اللي كتحل ليها حوايج اللي زعلك الضرب يعني قبل عقل، ما عندوش حس المسؤوليه. نعم لله يدخل لك من الباب، يقدر كاع يدخل لك من الباب ويخلي لك الباب محلول، يخلي لك مسؤوليه ما عندوش. انا كي نهضر معاه شوفي انا ملي غادي ندخل كاع ما بغيتيش كاع توجهي لهم، ندخل نسد الباب ونسد الساروت، عرفتي يا ولدي هذا الباب راه خصو يتسد حيت ما نعرفو كاع شكون اللي دخل لينا منو، ومشي تخبى لينا في شي بلاصه كاع ولا ملي ندخل يا ولدي غنسد الباب. نعم وانا ندخل ونقول له محمد امين معاك الباب، شتي شي حوايج راه لالا شي عادات بغينا نديروها في ولادنا راه ممكن تكتسب. نعم وراه ماشي تكتسب هكاك، ما انت كتسدي الباب وكتقولي علاش ما سديتيش، كتجي مع الوقت استاذه فتيحه كتجي مع الوقت. ويمكن كيبان لي 11 عام يعني باقي طفل يعني ماشي ما باقي حتى ما وصلش اولا يلاه في سميتو في بدايه المراهقه يعني هادشي كيتعلم يعني مع الوقت استاذه فتيحه، ديال مسؤول ماشي مسؤول، ناضج ماشي ناضج. وشكرا لك استاذه فتيحه على كل هاد النصائح وعلى هاد الخطوات اللي عطيتينا حول التربيه والتواصل مع وليداتنا. حاجه وحده نتمنوها للامهات والاباء انهم ان شاء الله تكون نتائج مفرحه باذن الله في هاد الامتحانات ان شاء الله.